ولد منصور الأهوازي بتاريخ 6 مارس 1961 في الأهواز العاصمة بحارة الصخيرية، وأمضى المرحلة الابتدائية في مدرسة علي بن مهزيار الأهوازي، وأكمل المتوسطة في المدرسة ذاتها أيضا قبل الانتقال إلى ثانوية جامع في شارع حافظ. ترعرع المغفور له في أسرة مكونة من 5 بنات و3 أبناء، حيث شقيقه الأكبر لاقته المنية، وبقى شقيقه الأصغر أبو فهد، وكان والده المرحوم الحاج عبد ويس ميسور الحال بما كان يملك من المال والعقار. يروي أبو فهد عن منصور الأهوازي إنه كان في طفولته هادئا وقليل الخروج من البيت، مفضلا الاهتمام بالدراسة وقراءة الكتب على اللعب مع الأطفال في الشوارع. وكان منصور ملما بالأدب العربي والفارسي والعالمي، حيث كان قد تعلم اللغة العربية الفصحى بجهود ذاتية دون معلم، إلى أن أصبح بارعا فيها، وتزامنا مع ذلك نمت لديه الروح القومية العربية على أساس من الإنسانية بعيدا عن الشوفينية أو كره الآخر. طبعا بعد السنين الحارب، وخلال 10 سنين الأخيرة أنا رجعت على المنطقة، أوائل سنين الحرب إحنا كنا يعني تشردنا وضيعنا بندر عباس أبو شهر، فكنا نشتغل بالزراعة، ويانا شباب من القرى، من البسيتين كانوا ومن غرانة. يوم ما واحد من عندهم يعني سألني، قال لي أبو نايف ياهو هذا منصور الأهوازي لأول مرة. أنا طبعا أنا هم كنت أسمعه لأول مرة، فنتيجة للسؤال أنا رحت وراء المسألة شوف ياهو منصور الأهوازي. طبعا من خلال حضوره بالفضائيات، ومن خلال بعدين تتبعي للمسائل، فاتبعت مسألة منصور الأهوازي، وعرفت انه منصور الأهوازي يهو وكيف كان يعمل. لكن المسألة اللطيفة إلي أنا، اللي أنا من طريق ناس عاديين، من طريق الناس اللي بالشارع، تعرفت على منصور الأهوازي. تعرفت على المرحوم منصور أبان الثورة الإيرانية، يعني بالواقع نهاية 1979، من خلال مجموعة من الشباب اللي كانوا ينشطون هو كان معهم، ومعرفتي كانت يعني بالواقع معرفة سياسية، أنا كنت أعرف بعض الشباب، وبالتالي هم سووا جلسة وتعرفت عليه يعني وجها لوجه، إلى أن بدأ يعني بيناتنا ارتباطات وعلاقات، وحتى كان هو من الشباب الناشطين بالقضايا السياسية، ومن الشباب اللي لهم دور أيضا بتأسيس المركز الثقافي العربي الأهوازي في بادات شهر في الأهواز. وتعرف من بعد فترة الحرب يعني صارت تغيرات كثيرة وكذا، وطشرت الناس، وأنا في الواقع بعد منها انقطعت العلاقات، إلى أن بعد سنوات طويلة أنه التغينا بلندن، وردود انعادت العلاقات مع بعض، وتمكننا أيضا سوية أن نؤسس حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي مع باقي الأخوان. ومع اندلاع ثورة الشعوب، شارك كسائر أبناء جلدته في المظاهرات التي انطلقت في عام 1979، والتي أدت في نهاية المطاف إلى انتصار تلك الثورة التي أقطفت ثمارها الانتهازيون والوصوليون الذين أنكروا حقوق شعبنا العربي الأهوازي، مثله مثل باقي الشعوب المضطهدة في إيران. وفي الفترة التي تلت الثورة انضم إلى المراكز الثقافية العربية الأهوازية التي أنشئت للحفاظ على الهوية العربية من الطمس والاندثار، وتمثل نشاطه في كتابة المقالات في مجلتي النضال والكفاح اللتين كان يصدرهما المركز الثقافي العربي الأهوازي قبل إغلاقه على يد الأميرال أحمد مدني بمساعدة بعض المتعاونين معه من الأهوازيين
المغرر بهم من قبل النظام الذي كان قرر قمع شعبنا المناضل. طبعا عندما كنت أعمل بالكويت وآنذاك كنت أسمع عنه وأقرأ إلى الكثير، وأيضا هو ظهر على الفضائيات، واتصلت بي مرة وتعرفت عليه من قريب. وبعدين لما انتقلت إلى أوروبا فكان يجي إلى هولندا وكنت أشوفه، وكان يجي أكثر الأوقات يضيفني أنا، ينزل عندي بالبيت وأصبح صديق للأسرة أيضا. معرفتي مع المرحوم أبو لؤي هي ترجع إلى سنة 2002 أعتقد أو 2001 قبل تشكيل الحزب التضامن، وصار اتصال بينه وبينه، وهناك بعض المراسلات، بعض القضايا، وثائق، أمور أخرى وصلت يعني من جانبي إلى، أيضا استمرنا بالاتصالات إلى أثناء الانتفاضة النيسانية، ومن بعد الانتفاضة أيضا بعض الأمور كان ارتباط. لما جيت إلى 2007 جيت إلى بريطانيا، ومن ثم ارتبطنا مع بعض، وزرته كم مرة، هو رجال اتصل معي دعاني. وتعرف المرحوم منصور الأهوازي على بعض الفلسطينيين في الأهواز، حيث تأثر بنضالهم، وعلى أثر ذلك خرج من الأهواز متوجها إلى سوريا ليغادرها، لاحقا متوجها إلى تونس ليلتحق برفيقه الأخ أحمد عساكر هناك عام 1986، والذي سبقه في الالتحاق بصفوف الثورة الفلسطينية. وعمل منصور كمترجم في منظمة التحرير الفلسطينية، وتزوج في عام 1990، وأصبح فيما بعد مستشارا للقائد الفلسطيني ياسر عرفات في الشأن الإيراني. وفي نفس الوقت استلهم تجارب الثورة الفلسطينية تمهيدا لتسخيرها لصالح قضية شعبه العربي الأهوازي. تأثير منصور على الساحة، طبعا منصور الله يرحمه إنسان كان مكابر، يعني حقيقة منصور لو كان عندنا أكثر من منصور، ولو الآن الساحة الحمد لله مليانة والشعب قدر يعوض، يعني ولو ما نقدر يعني نعوض فقدان منصور كشخصيته، لكن نهج منصور موجود، ومنصور إنسان يعني طموح و